بياع مصري زيه زي كل المصريين واللي معروفين بكرمهم وشهامتهم، بس المرة دي الكرم والشهامة كانوا سبب خير كبير قوي جايله بعد ما قرر يعزم بنت كويتية على أكلة مصرية مشهورة. وهنا كانت المفاجأة، مش هتصدق عملت ايه معاه والعزومة دي ازاي كانت السبب في تغيير حياته كلها. معروف ان السياح بينزلوا منطقة مصر القديمة عشان يتفسحوا ويشتروا هدايا تذكارية لقرايبهم عشان يرجعوا بيها ويحكوا لهم عن جمال رحلتهم في مصر، وده اللي عملته سيدة كويتية اول ما زارت مصر وقررت انها تروح منطقة مصر القديمة عشان تشتري شوية هدايا لاهلها في الكويت. وهناك عدت بالصدفة على محل صاحبه شاب مصري واللي كان بالصدفة بيتغدى، ولما راحت عشان تشتري منه ولقيته بياكل اتفاجئت بيه بيطلب منها انها تقبل عزومته على الغداء. والمفاجأة كانت الأكلة اللي بياكلها واللي بتعتبر عشق لكتير من المصريين، وهي الرنجة. وهنا البياع المصري قال لها لازم تاكلي عشان ده سلو بلدنا، اننا ناكل مع ضيوفنا عيش وملح. في البداية كانت مترددة شوية، لكن البنت وافقت وقررت انها تدوق الاكل معاه، وكانت رنجة وهي مستغرباها من جمال طعمها وعجبتها جدا وما قدرتش ترفض عرضه من جمال الاكل، لدرجة ان جاب لها كرسي وسابها تاكل بمزاج. وطبعا الموقف ده كان بالنسبة لها موقف جميل جدا، خصوصا ان محدش بيعمل كده ولا مشهور بالكرم بالشكل ده غير المصريين. وطلعت تحكي اللي حصل في لايف من كتر ما الموقف عجبها، وقررت انها ما ترجعش الكويت ورأسها وألف سيف انها ترد العزومة للشاب المصري ده. وقالت في الفيديو: يا حب ليكم يا أهل مصر، بحبكم وكرمكم وعفويتكم، وإن كلكم شفتوا الأخ المصري واللي عملوا معانا وإزاي عزمني على الأكل رغم إنه ما يعرفنيش ولا في بينا سابق معرفة، وعشان كده النهاردة أنا قررت أعزمه وأرد له العزومة. والمفاجأة هي طريقة ردها للعزومة واللي كانت صدمة للشاب المصري، وده لأنها قررت ترد له العزومة بس المرة دي مش هتأكله رنجة زي الرنجة اللي أكلتها معاه بالصدفة، لكن قررت إنها تجيب له وليمة فيها كل الأصناف والأشكال اللي تملى العين قبل البطن زي ما بيقولوا. وقررت انها تصور فيديو وهي في الطريق وتروح عند اشهر مطعم في مصر واللي معروف عنه انه بيقدم اصناف متنوعه من الاكل المصري والمشويات والكبسه، ومفيش حد في مصر الا لما جربه وشكر فيه، وفي الاعياد والمناسبات المصريين كلهم بياكلوا عنده. ومعروف عنه انه بيقدم صواني ضخمه فيها كل ما تشتهي الانفس وكل انواع الطواجن اللي ممكن تتخيلوها. وفعلا اخذت الشاب المصري من محله في مصر القديمه وقررت انها توديه للمطعم ده، ونزلت على الترابيزه اكتر من صينيه فيهم كل حاجه تقريبا، وكانت مفاجاه بالنسبه للشاب المصري، وقال لها: لو كنت قلتي لي كنت عملت انا العزومه دي، لانه واجب علينا، انت ضيفه في بلدنا وعلى راسنا من فوق. وبعد ما اكلوا وقضوا يوم جميل جدا قرر انه يعزمها على شاي مصري، وقبلت عزومته وهي طايره من السعاده. وبسبب البساطه والكرم اللي ظهر في الفيديو من الشاب المصري والرد الجميل من البنت الكويتيه، الفيديو بقى ترند والكل بيتكلم عن جمال المصريين. دلوقتي قولوا لنا رايكم في اللي عمله الشاب المصري مع البنت الكويتيه.